السلام عليكم، اهلا بيكم دكاترة. معكم مصطفى شاهين. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على مادة الفيزيكال فارماسي، وهنعرف احنا ليه بندرس مادة الفيزيكال فارماسي، وهنشوف ايه الشباتر اللي هندرسها في المادة دي. مبدئيا المادة دي بيدرسها قسم الفارماسيوتكس اند اندستريال فارماسي، اللي هو قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية. كلنا عارفين ان علم الفارماسيوتكس بيهتم بالدوزج فورم، اللي هي الاشكال الدوائيه. الاشكال الدوائيه زي التابلتس، الاقراص، الكابسولز، الكبسولات، سولوشنز، المحاليل، سسبنشنز، المعلقات، والايمالشنز اللي هي المستحلبات، وغيرها كتير من الدوزج فورم. الدوزج فورم دي بالتفصيل هندرسها مع بعض ان شاء الله في السنين الجايه. طيب بالنسبه للفيزيكال فارماسي، احنا هندرس الظواهر الفيزيائيه وبعض الخواص الكيميائية اللي هي ممكن تأثر على الديزاين والبرفورمانس بتاع الدوزج فورم. في الفيزيكال فارماسي هندرس العوامل اللي ممكن تأثر على الاستابيليتي بتاعة الدوزج فورم. عايزين نشوف هل الدوزج فورم بتاعتي هتدنها ثابتة لغاية ما العين يستخدمها، ولا لا، ولا هتبوظ مني، وازاي اعلي من الاستابيليتي بتاعة الدوزج فورم عشان نضمن في النهاية لما العيان يستخدم الدوزج فورم نحصل من خلالها على الفعالية المرغوبة. طب ايه هي الشباتر اللي هندرسها مع بعض في الفيزيكال فارماسي؟ عندنا شابتر ستيتس اوف ماتر، اللي هو حالات المادة. هندرس فيه حالات المادة بالتفصيل، وهنعرف ازاي اقدر احول المادة من صورة لصورة عن طريق انا العب في البريشر والتمبريتشر. عندنا شابتر اسمه Interfacial Phenomena، اللي هو الظواهر السطحية، وأهم ظاهرة سطحية على الإطلاق ظاهرة التوتر السطحي، وهنعرف إن في بعض المركبات أقدر أستخدمها عشان أقلل التوتر السطحي، وده بيساعدنا كتير في بعض المستحضرات زي الإيمالشن والسسبنشن. عندنا شابتر اسمه Solutions، بنتكلم فيه على المحاليل، المحلول اللي هو عبارة عن Solute وSolvent، اللي هو مذاب ومذيب، وهنعرف انواع السوليوشنز، وهنتكلم على السوليبيليتي اللي هي الذوبانيه، وهنشوف ايه العوامل اللي بتاثر على السوليبيليتي، وهنتكلم على موضوع اسمه الديسوليوشن، وطبعا هنشوف الفرق ما بين السوليبيليتي والديسوليوشن. هنشوف شابتر اسمه كوليجاتيف بروبرتيز اوف سوليوشنز، اللي هو بنسميهم الخصائص التجميعيه للمحلول، وبيسموهم الخصائص التجميعيه او الخصائص المرتبطه، لان الخصائص دي كلها بتعتمد على تركيز السوليوت في المحلول بتاعنا. الخصائص دي اسمها فيبر بريشر لورنج، يعني انخفاض في الضغط البخاري. هنلاقي في حاجه اسمها بويلنج بوينت اليفيشن، ارتفاع في نقطه الغليان. هنلاقي في حاجه اسمها فريزنج بوينت ديبريشن، انخفاض في نقطه التجمد. واخيرا الاوزموتيك بريشر. الاربع عوامل دول مرتبطين بالمحلول كلهم مع بعضهم، اسمهم كوليجاتيف بروبرتيز، يعني كوليكتد توجذر، كلنا مع بعضنا في الهواء سوا، كلنا بنعتمد على النمبر بتاع السوليوت بارتيكل الموجوده في المحلول بتاعنا. هنتكلم على الايزوتونيك سوليوشنز، اللي هي المحاليل متعادله الضغط الاسموزي. هنعرف لما هستخدم محلول في العين او حقنه في الوريد، لازم نخلي المحلول بتاعنا يكون ايزوتونيك، يعني متعادل الضغط الاسموزي، عشان ما يحصلش مشاكل، ونعرف الكلام ده بالتفصيل. من الشبات اللي ندرسها شابتر الريولوجي، اللي هو علم الانسياب. بنتكلم في الشابتر ده عن الفيسكوزيتي، اللي هي اللزوجه، وهي العوامل اللي بتاثر على اللزوجه، وازاي باجهزه عندي اقدر اقيس اللزوجه، ويا ترى هستفيد باللزوجه في ايه في المستحضرات بتاعتنا. الشابتر الاخير رياكشن كاينتكس اند دراج ستابيليتي، اللي هو بشوف حركيه التفاعلات، بشوف الدواء بتاعي بيتكسر بسرعه ولا بيتكسر ببطء، فبالتالي تبقى صلاحيته طويله ولا صلاحيته قليلة. هنعرف ازاي الدواء بيتكسر، هل الدواء بتاعي بيتكسر عن طريق الاكسيديشن، ولا هل عن طريق الهيدروليسيس، فبالتالي ازاي نحافظ عليه ونحميه من التكسير. هنشوف في عوامل زي التمبريتشر، اللي هي درجة الحرارة، والهيوميديتي اللي هي الرطوبة، وازاي العوامل دي ممكن تأثر على الثباتية بتاعة الدوزج فورم. الشابتر ده من خلاله هنقدر نتنبأ بالشيلف لايف، اللي هو تاريخ الصلاحية بتاع الأدوية. ده كانت نبذة سريعة عن الشباتر اللي هندرسها مع بعض في الفيزيكال فارماسي. مادة الفيزيكال فارماسي يا دكاترة تعتبر أهم مادة عندك الترم ده، مش عشان المادة صعبة، لا، عشان المادة دي هنحتاجها قدام، لأنها بتخدم على جميع المواد اللي هتدرسها في قسم الفارماسيوتكس. المادة نوعا ما كبيرة، المادة محتاجة فهم منك، عايزك أول بأول تسمع الفيديو وبعدين تذاكر، ذاكر بتركيز عشان ما تاخدش وقت كتير في المذاكرة. دلوقتي يا دكاترة،
كل واحد يجهز بشايه أو قهوته أو نسكافيه وندخل مع بعض في أول شابتر في الفيزيكال فارماسي.